إلى اللقاء. لقد لسعني شيء ما. ها قد عدنا إلى الأدغال لثلاثة أو أربعة أيام. طول هذه الجزيرة 165 مترا وعرضها 60 مترا. لا يمكن العيش عليها زمنا طويلا بالطبع. درست الموارد المتاحة على الجزيرة. تتوفر حبات من جوز الهند للشرب، إذ تعيش على الجزيرة أربع شجرات من جوز الهند. بعض حبات جوز الهند ناضجة، أي أنها صالحة للأكل. لدي عدة صيد. أخذت عصا من البامبو وصنعت أسنانا على الجانبين. هذا هو الحيوان الذي أبحث عنه. هذا هو السلطعون الناسك. مرحبا، سأستخدمه طعما للأسماك. نعم، إنه يخرج. لماذا تخرج؟ لم أصطد شيئا، لكنني لن أفقد الأمل. نضجت جوزة الهند هذه مؤخرا، هكذا تبدو من الداخل. يسمونها أوتو بلغة التونغا. هذا هو الحبل السري لشجرة جوز الهند النامية، وهو صالح للأكل ولذيذ جدا. لقد التهمني البعوض، لكن هذه طبيعة المكان. يطول الوقت كثيرا عندما يكون المرء على جزيرة صحراوية. يتباطأ تدفق الزمن ويستطيع الإنسان الاستمتاع به. أستطيع أن أقضي ساعات في تأمل مستعمرات النمل الأبيض التي تملأ الجزيرة. لا أدري إن كان الدخان المضاد للبعوض يعمل. يبدو أنه يعمل. كل ما يلزم لإشعال النار هو حبتان من جوز الهند. يكره البعوض الدخان وينفر منه. هذا ما يحصل بالفعل. يعتبرني البعوض مخزنا للغذاء إلى جانب الورل. الطيار السويسري زافيير روساي بصدد القيام بطلعة استعراضية. إنه ينطلق في السماء كالصاروخ. لا يصدق. إنه الآن يستدير، لكن المحرك توقف عن العمل. أو لا! أرجو ألا أكون قد بدأت بالهلوسة. مستعد ليوم جديد. يوجد قبر في الجوار، لا أعرف من صاحبه. ربما يكون لأحد ملوك المنطقة القدماء. نظفت القبر قليلا حتى يكون سعيدا. دأب السياح على زيارة هذه الجزيرة حتى العام الماضي. دخول السياح الآن محظور. كان يزورها نحو 400 سائح للغوص، وتركوا كميات هائلة من القمامة. لا أستطيع أن أفهم كيف يزور الناس أماكن رائعة الجمال كهذه ليلوثوها. يذهب البعض للتزلج ثم يلقون عقاب السجائر أو يتركون نفاياتهم خلفهم بعد الذهاب في رحلة على الجبال. في الصحراء أيضا يلقي الناس نفاياتهم في المحيط. يحيرني أن البعض لا يشعر بالحاجة للمحافظة على مكان نجده جميلا. هذا يشعرني بالأسى، وهذا سلوك البشر دائما. نحن نستهلك كل موارد الكوكب، وسنجد ذات يوم أنها نفدت تماما. سيكون الوقت قد تأخر. أنا على هذه الجزيرة الماليزية غير المأهولة. جميلة، محاطة بشواطئ رملية. تبدو كالجزيرة التي كنت أحلم بها عندما كنت أخطط لقضاء 300 يوم على جزيرة.
ما لم أقله لكم هو أنني خضت تجربة غريبة قبل 10 سنوات. مرحبا، ابتعدت عن الحضارة وقضيت 300 يوم على جزيرة صحراوية في تونغا بالمحيط الهادئ. المطر جميل عندما لا يبللك. كانت تجربة قاسية ولا تخلو من بعض الغموض، وقد غيرتني بالكامل. معظم الخطط لا تمضي كما نتوقع لها، وهذه ليست مشكلة، لأن التكيف أيضا جزء من المغامرة. لم تصل طائرتي فائقة الخفة إلى ماليزيا، ولا أستطيع الاتصال بشركة النقل في جنوب إفريقيا. حان وقت الارتجال. قررت أن أستكشف المنطقة بنفسي إلى أن أستعيد حريتي في الجو. توجهت إلى مقاطعة سراواك على جزيرة بورنيو. يوفر متنزه باكو تنوعا حيويا واسعا، ويؤوي قردة الململة النادرة التي تعيش على رؤوس الأشجار. تحتاج رؤيتها إلى الصبر والحظ. يمكن سماع صوتها، لكن الخضرة كثيفة. من الواضح أنها هنا. لقد رأيت دبوراً بهذا الحجم، بحجم إصبعي. تتمتع الثعلبات بالحرية المطلقة، فلديها حبالها ووجبة طعام في اليوم ورعاية بيطرية، لكنها تحظى بحرية كاملة. تحاول إدارة المتنزه حمايتها، لأن تراجع الغابات بات يؤثر سلبا على أعدادها. غادرت كوتشينغ إلى جنوب سراواك للالتقاء بقبيلة المحاربين بيدايوس، التي ما زالت تحافظ على تقاليدها القديمة. خلال العقود الأخيرة غادر الكثير من الشباب القرية بحثا عن حياة أسهل. كان المنزل الواحد يؤوي 30 أسرة معا، لكن ذلك انتهى. يعيش الناس هنا حياة بسيطة متوافقة مع الطبيعة. الزراعة والصيد وإيواء الزوار القلائل التائهين في الغابة مثلي. التقيت مورنينغ الذي يبلغ من العمر 68 عاما، ويناديه الأطفال بالجد. مورنينغ فخور باستعراض مزروعاته. هذه تابيوكا وهذه أناناس، هذه شجرة موز. انظر إلى مزروعات الصغيرة. هذه رامبوتان، وهذه دوريان. الكبيرة؟ نعم الكبيرة. عندما تسقط ثمارها في الليل، تأتي الخنازير وتأكلها. لقد نفدت لأن الخنازير سبقتنا إليها. التهمتها في الليلة الماضية. أتفهم سبب إقبال الخنازير على أكل الدوريان. أتراها؟
سوف تعيش الدوريان إلى الأبد، وسأمضي إلى عالم آخر. سوف تعيش الدوريان إلى الأبد. ستبقى للأبد. أشجار المطاط كلها ميتة، قضى عليها النمل الأبيض. هذه عصارة المطاط، وهي تستخدم في صناعة عجلات الطائرات لأنها قوية جداً. هذه تونكالونغ، زراعتها تدر أموالاً طائلة. تخرج منها عصارة المطاط. عندما تبلغ هذا الحجم، تصبح منتجة. هذه مانغوستين. وحدثني عن مغامراته العسكرية مع الخنازير البرية. صوبت سلاحي نحو خنزير كهذا، وعندما ضغطت على الزناد، لاذ بالفرار. أطلقت النار ثانية، لكنني أخطأته. كان ضخماً، كانت تجربة غريبة. أطلقت عليه النار ثلاث مرات. الخنازير تأكل تابيوكا. لقد قضت عليها. أنت موزع الفياجرا في القرية؟ نبتة الفياجرا. نعم، هذه النبتة تشبه الفياجرا بالنسبة لي. جميل. تركت مورنينغ والسلام الذي يعيشه في أدغال بورنيو لأتابع مغامراتي في ملاكا بالقرب من كوالالمبور. يجب أن أحكم شد أجزاء الطائرة لأن الجناح البندولي يتحرك في كل الاتجاهات. هبوب الرياح قد يتلف الجناح ويتسبب في سقوط الطائرة. لا أدري إن كان أهل صقلية يقلون الغرباء. سنرى. لا أحد يتوقف من أجلي. لعلهم يقولون هذا المسكين الذي يمشي تحت الشمس لابد أن ظروفه صعبة. سأواصل المشي. لذيذة. مذاقها أفضل من تلك التي تباع في المتاجر. خلفي معبد كونكورديا، وهو المعبد اليوناني الأفضل حالاً إلى جانب البارثينون في أثينا. حوله المسيحيون إلى كنيسة في القرن الخامس. تتابعت أعمال ترميمه إلى أن عاد إلى حالته الأصلية في القرن التاسع عشر. أليس جميلاً؟ غادرت صقلية إلى مدينة ليتشي في إقليم بوليا، وهناك واجهت تحديين جديدين. الأول هو قطع 120 كيلومتراً فوق البحر للوصول إلى جزيرة كوفو في اليونان. هذا أول اختبار من نوعه، وسوف تتبعه اختبارات أكبر وأطول. من الواضح أن خيار الهبوط الاضطراري غير وارد في حالة حدوث مشكلة. سار كل شيء على ما يرام هذه المرة. عندما وصلت إلى كوفو وجدت نفسي غارقاً في زحام أغسطس، وأخذت أبحث عن الوقت المناسب للتحليق بعيداً عن الطائرات الكبيرة. لم يروا من قبل طائرة كطائرتي، رغم أنهم يعملون في مطار دولي. تكرر هذا المشهد حيثما هبطت بطائرتي. كوفو جميلة جداً، تشبه الجنة، خاصة عندما تركب قارباً فوق المياه الشفافة. لكن هذه ليست حياة المغامرين، لذلك عدت إلى الطيران في طريقي لأحلق فوق إحدى عجائب اليونان قبل الانعطاف إلى الجنوب. أديرة ميتيورا المذهلة بنيت في القرن الرابع عشر على قمم شاهقة فوق سفوح شديدة الانحدار. هذه بالنسبة لي فرصة للاندماج مع هذه المشاهد الجميلة من المعادن والخضرة.
قبل 50 مليون عام جرى هنا نهر كان يحمل كميات هائلة من الحصى والطمي. الضغط والحرارة نقلا هذا الرصيص إلى حالة الصلابة. هكذا تشكلت هذه الصخور والباقي بفعل التعرية. قبل بناء هذه الأديرة في القرن 9 وبعده كان الرهبان يعيشون ويتعبدون في هذه الكهوف الضخمة. قضيت وقتا طويلا في المشي من نقطة إلى أخرى ولم أفلح في إيجاد من يقلني معه. المشي خير وسيلة للاكتشاف لأن إيقاعه بطيء. الهدف من هذه الرحلة هو التأني في استكشاف كوكبنا من زاوية مغايرة. قررت أن أمشي إلى حوض النهر وهو الآن جاف تماما. تجربة جميلة، سنرى إلى أين سأصل. يقال إن المغامرة تبدأ على ناصية الطريق. ليس ضروريا أن يصل المرء إلى حافة العالم أو أن يزور الأماكن الفخمة لكي يشعر بجمال تجربته. حتى لو وجدت نفسي بين الأغصان لن أتعرض للأذى. أسوأ ما قد يحدث هو تعرضي لبعض الخدوش. هذا العليق الأسود سيروي ظمائي بعد أن نفد ما معي من ماء. أنا على شاطئ جزيرة كيثيرا. قبل 3000 عام غرقت بلدة صغيرة في البحر، وإذا دققتم النظر سترون قطعاً صغيرة من الفخار تدل على وجود حضارة قديمة. وجهتي التالية هي كريت. سأنتظر بضعة أيام إلى أن تهدأ الرياح والأمطار هناك. يجب أن أتحلى بالصبر وسأحلق فوق البحر عند أول فرصة ممكنة. يقترن اكتشاف كريت بالاستمتاع بكرم سكانها. درست في جامعة الحياة. أتعلم من أخطائي كل يوم. نحن سواسية على هذه الأرض، الغني والفقير، الأسود والأحمر والأبيض. عليك أن تبقى متفائلاً وتذكر أننا جميعاً عابرون. نعيش في عالم مخيف ونشعر بالخطر يتربص بنا. ينطبق هذا على بعض الأماكن، ولا شك في أن كوكبنا يحتوي على مناطق خلابة. قبل البدء برحلتي اخترت لنفسي وجهات معينة، لكن جميع هذه الخيارات تغيرت لاحقاً. لم أتصور أنني سأطير إلى إثنا، ولم أخطط لزيارة ميتيورا في وسط اليونان. الناس الذين التقيتهم هم الذين رسموا لي طريقي. علينا أن نكتشف ما بأنفسنا. نحن عابرون صغار على هذه الأرض ولا نملك فيها شيئاً. أنا في قرية صغيرة للصيادين تدعى سيثيا. أنتظر فرصة للعبور إلى مصر. الرياح شديدة، لم أستطع الإقلاع بالأمس بسببها. أرجو أن أقلع يوم الأحد إذا تراجعت حدة الرياح. هذا مدهش. الطقس يزداد برودة. كريت جميلة لكنها باردة. البدلة العازلة للماء ضرورية للطيران فوق المتوسط، فهي رحلة طويلة. إذا سقطت في البحر يجب أن أظل محمياً إلى أن تصلني النجدة. لدي قارب هوائي صغير أستطيع استخدامه عند الحاجة. ارتداء هذه البدلة يشعرني بالبرد. ستكون رحلة شاقة إذ لم يسبق لي التحليق 4 ساعات متواصلة فوق البحر المتوسط. طلب مني برج المراقبة أن أحلق على أعلى ارتفاع ممكن. هؤلاء يحبون المتاعب. يمكن أن يطلقوا النار. حلق بأعلى ارتفاع ممكن. كن حراً واستمتع بالحياة.
أقلعت بطائرتي مغادراً أوروبا. لم أكن مطمئناً في المطار، أشعر ببعض التوتر في مستهل رحلتي فوق البحر. سوف أخذ بنصيحتهم وأحلق على أعلى ارتفاع ممكن. أشاهد بساطاً من الغيوم ومن تحتها تتلألأ الأمواج في البحر وتخترقها أحياناً مسارات سفن الشحن العملاقة. بعد دقائق من الطيران تلاشت كل مخاوفي. في هذه اللحظات يشعر الإنسان بأنه سيد مصيره والمسيطر على حياته. إفريقيا! بدأت معالم إفريقيا في الظهور، محركة ذكريات الطفولة حول قارة جميلة كانت مهداً للإنسانية. حلقت فوق حقول خصبة حول نهر النيل، قارة جديدة تتكشف أمامي. التقيت في القاهرة بعادل الذي قضيت معه بضعة أيام لأستفيد من معرفته ومن خبرته أيضاً. كل إنسان يحمل انطباعاً عن الأهرامات. أعتقد أن كل هرم يمثل أحجية. يقول البعض إن الأهرامات مصانع للطاقة الشمسية، ويرى آخرون أنها مقابر للملوك. إن أردت رؤية مصر، انظر إليها بعيني الفرعون. أشعر بكل جوانبها وأماكنها، أشعر بها. لا تكتفي بالمجيء والذهاب. لدينا اليوم نظرية جديدة حول عمر الأهرامات. يقال إن عمرها ليس 5000 عام، بل قد يصل إلى 12,000 عام. لا أحد يعرف ذلك على وجه التحديد، أما أنا فأعتقد أنها أقدم من ذلك. اليوم نقدر عمرها ب 12,000 عام. ربما يأتي بعدنا من يقدره ب 20,000 عام. ما زلنا نتعلم. يتواصل القلب مع الأعصاب ومع الروح، ويشكلون معاً كياناً فريداً ومتكاملاً. كان المصريون القدماء يعرفون ذلك. يوم الحساب الأخير كان الفراعنة يضعون قلب الرجل على كفة الميزان وريشة خفيفة في الكفة الثانية. إذا كان قلبك أثقل من الريشة ستدان، لأن قلبك مملوء حزناً أو كراهية، أي أنك تحمل أفكاراً سيئة عن الآخرين، أي أنك لست إنساناً خيراً. كن سعيداً وأسعد الآخرين وسيرتد ذلك إليك. نحن قريبون جداً من الأهرامات، وتوجد خلفي قبور الأشخاص الذين بنوا الأهرامات. شيء لا يصدق، أنا الآن في قبر أحد بناة الأهرامات. من الواضح أن هذا القبر يضم عدة أشخاص، لكنه ليس كبيراً جداً. أنا الآن بين الأهرامات والقاهرة، وهذه القبور موجودة هناك وهنا وهناك. تحت هذه البئر أنفاق تربط أبا الهول بالهرم الأكبر. في الأسفل عدد كبير من الأنفاق. أمر مدهش. أسعدني القيام بدور عالم الآثار هنا في مصر. أنا لم أكتشف القمر بالطبع، لكنني سعيد بانسجام الكامل مع هذا المكان. يوجد نحو 2000 شخص هنا. قد ينجح الأمر وقد يفشل، لكن النجاح شعور رائع. انظروا، يبدو أنه يحب الدغدغة، أصبحنا أصدقاء. شاهدت تحت جناحي مساحات شاسعة من الصحراء غير المأهولة. 1700 كيلومتر تفصلني عن الخرطوم، بوابة إفريقيا البرية التي أحلم بزيارتها. سوف أتوقف عدة مرات للتزود بالوقود والراحة، لكنني الآن متحمس للاكتشاف. من الواضح أن الأراضي التي كانت استوائية أصبحت جافة تماماً الآن. على مقربة من الجونة حلقت فوق نفس الصحراء، وهو عمل فني أنتجته 3 فنانات في عام 97 للاحتفاء بجمال كوكب الأرض. نهر النيل هو العمود الفقري لشمال شرق إفريقيا. هذا الشريان بطول 6700 كيلومتر هو مصدر الرزق لسكان حوضه الذي تتجاوز مساحته 3 ملايين كيلومتر مربع. ساهم إنشاء سدين في أسوان في مطلع القرن العشرين في التحكم بجريانه.
هبطت في مدرج صغير في السودان على مسار رملي في وسط الصحراء. هذه هي المرة الأولى لي وهي مدهشة. هذا وادي حلفة وهو أول مطار داخل حدود السودان. عندما هبطت في كادوغلي قبل الحدود مع جنوب السودان، استقبلني موظفون من بعثة عمليات الأمم المتحدة في الموقع. عرضوا علي وضع طائرتي في مرأبهم ونبهوني إلى أهمية الحذر عند الطيران غدا. خلال السنوات الثلاث الماضية أسقط المتمردون في جنوب السودان مروحيتين تابعتين للأمم المتحدة. طائرتي الصغيرة ليست سريعة وقد لا أستطيع الطيران عاليا بفعل الرياح. سأتوخى الحذر إذن. لم أتي إلى هنا لأكون مجرد رقم، وإذا لم تكفني رحلة جوية واحدة فسوف أضطر للهبوط. وإذا هبطت في مواقع المتمردين التي لا أعرفها سأكون معرضا لمخاطر كبيرة. هذا ما ينتظرني. شعرت بانقباض في معدتي عند الإقلاع. علي أن أصل إلى جوبا عاصمة جنوب السودان في رحلة واحدة. بعد نحو 200 كيلومتر وجدت النيل ثانية، وهو النيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة نو، وإلى الجنوب أيضا حيث بحيرة فيكتوريا. بينما كنت على ارتفاع بضعة أمتار عن السافانا لاحظت أن الأرض أصبحت أكثر اخضرارا، وسرعان ما أدركت أنني بحاجة للتزود بالوقود قبل الوصول إلى جوبا، وهذا ما أردت تجنبه بكل الوسائل. أنا مضطر للهبوط في رومبيك. لم تكن لدي أدنى فكرة عما ينتظرني هناك، وبدأت محنتي فور الهبوط على الأرض. عندما هبطت لم أكن أحمل تأشيرتي معي لأنها كانت تنتظرني في جوبا، وهكذا احتجزت رهن الاعتقال. وجدت نفسي محاطا بجنود مدججين بالسلاح. تعرضت للاستجواب والتقييد والاحتجاز القسري طوال 3 أيام. في تلك المرحلة كنت قد نجوت من الموت بأعجوبة، إذ كان قد صدر الأمر بإعدام الجاسوس الأمريكي الذي جاء محلقا على متن مركبة غريبة. رفضوا الاتصال بمطار العاصمة جوبا للتأكد من جدول رحلتي. كان هذا سيحسم الجدل كله. صدرت كل ممتلكاتي واختفى معظمها. احتجزوني داخل مبنى كنت أنام فيه مع الجنود على الأرض. كان مظهرهم فوضويا. هذا الجيش الوطني أشبه بعصابات بلا موارد حقيقية. قضيت 3 أيام مع الجنود الذين لم يبدوا أي إشارة للعداء تجاهي. اهتموا بنمط حياتي ودهشوا عندما أخبرتهم أن الأطفال في بلدي يذهبون للمدرسة، لكن الضباط لم يكونوا كذلك. استجوبني ضابط الأمن الوطني بلا توقف 3 أيام متواصلة. لم يدع لي مظهري شكا في أنني عسكري قادم في مهمة. ليست لدي حقوق هنا ومستقبلي كله بين يدي. أخيرا تقرر نقلي إلى وجهة مجهولة. اقتادوني مقيدا مع عدد من المتمردين كالمواشي إلى طائرة يقودها طيار روسي. وفي جوبا التقيت أخيرا بالسفير السويسري. لقد قام السفير بإطلاق سراح اليوم. حصلت على إذن لنقل طائرتي من رومبيك إلى جوبا. لم تنتهي المصاعب في جوبا، فقد حلت عاصفة ضخمة قلبت طائرتي. مرحبا. كيف أفسر هذا؟ الطائرة معطلة، هذه هي المشكلة. لا أستطيع الخروج، أنا عالق هنا في جنوب السودان، البلد الغارق في الحرب الأهلية. قلبت العاصفة الطائرة على مدرج المطار. كسر أحد أنابيب الجناح وإحدى شفرات المروحة. قطع الغيار ليست متوفرة في جنوب السودان. يحتاج المرء لتحليل الإشارات من حوله أحياناً. لا تسير الأمور في الطريق الصحيح دائماً. المهم هو كيف نتجاوب مع الظروف ونحل مشاكلنا. واجه الآن مشكلة. أولاً كيف سأخرج الطائرة من هذا البلد؟
بأن إصلاحها مستحيل. أنا بخير. ماذا أيضا؟ تصبحون على خير، سأراكم غدا. الحل الوحيد هو مغادرة جنوب السودان بأسرع وقت ممكن وترتيب الحصول على قطع الغيار في بلد مجاور. قضيت أسبوعين وسط الحرب في هذا البلد، سأذهب إلى أوغندا. وصلت قطع الغيار بعد أسبوع وأعيد تركيب الطائرة. أصبحت جاهزاً للسفر جنوباً إلى ملاوي. بدأت بالتحليق فوق بحيرة فيكتوريا ومن بعدها السافانا في تنزانيا. ما أجمل الشعور بالحرية والطيران في السماء. أنا الآن منهمك بعد 7 ساعات من الطيران. ليست بي طاقة للحديث الآن، آسف. يمكنكم مشاهدة الطائرة إن شئتم. بعد أن توقفت 3 مرات في تنزانيا، وصلت إلى ملاوي. تعرضت لهبات شديدة من الرياح، وكانت تجربة الهبوط مخيفة. أول لقاء لي في ملاوي كان مع بيث روبنسون. الالتقاء بأشخاص مثل بيث وعائلتها هو ما يجعلني أحب السفر. اللحظات النادرة التي تذكرنا بحسن الظن بالآخرين وأن في كل واحد منا جدوة قادرة على صنع العجائب، وهذا جزء من الطبيعة الإنسانية. وجهة التالية في ملوي هي محمية ماجيتي للحياة البرية. أنا الآن في المحمية وبرفقة بعض الحيوانات، بعضها خطرة كالأسود. أنا حقا أخشى الحيوانات التي تأكل البشر. لقد أوقفت طائرتي هنا وأرجو ألا يتلفها أحد الفيلة. ماجيتي محمية فريدة تضم الحيوانات 5 الكبرى: الفهد وفرس النهر ووحيد القرن والأسد والجاموس. ما أريده من السياح الذين يزورون هذه المحمية أن يقدروا أهمية المحافظة على الحياة البرية. يجلب السياح معهم أموالاً تتحول إلى إيرادات للمجتمع المحلي، أي أن المحمية مفيدة للمجتمع المحلي. وحيد القرن الأسود خطير جداً، إذا رأك قبل أن تراه فقد يطاردك، عندما تراه أركض بأقصى سرعة، وإذا كنت قريباً منه ابحث عن شجرة كبيرة لتتسلقها. يختلف سلوك كل حيوان عن الآخر. إذا رأيت الجواميس ابحث عن شجرة تتسلقها وحافظ على مسافة كبيرة للتباعد مع الفيلة. أنا واحد ممن يجعلون ماجيتي محمية فريدة، وأنا فخور بذلك. لابد من تحفيز الناس. إذا كنت فخوراً بما تفعل وتحب عملك، مهما واجهك من الظروف أو التحديات، ستفعل الشيء الصحيح، وبالتالي ستكون إنساناً سعيداً. يجب أن تعطي الأولوية للحياة البرية والموارد الطبيعية،
لا حياة من دون موارد طبيعية. يجب أن تدرك حكومات العالم أن المحافظة على الموارد الطبيعية هي الأولوية. لا تأخذ أي شيء ما عدا الصور، ولا تترك وراءك أي شيء ما عدا آثار الأقدام. دخلت موزمبيق وأخذت أتتبع نهر زامبيزي. ينبع النهر في زامبيا ويعبر شلالات فيكتوريا الشهيرة. حلقت بمحاذاة ساحل المحيط الهندي وقطعت مئات الكيلومترات. سلسلة من الشواطئ الرملية والأيكة الساحلية وأحواض المياه الزرقاء تمتد بلا نهاية. تتناثر قرى الصيادين هنا وهناك بين الكثبان. التحليق على ارتفاع منخفض فوق الأرض والأمواج واستكشاف سواحل إفريقيا شعور رائع جداً. قبل شهر كنت محتجزاً في جنوب السودان بتهمة التجسس، وأنا الآن في طريقي إلى أقصى جنوب القارة الإفريقية وأشعر بمزيج من الحرية والسعادة. السفر للبحث عن المغامرة يولد طيفاً واسعاً من المشاعر. الطيران فوق قرى الصيادين جعلني أرغب في قضاء الوقت معهم. لم أرى من قبل صيداً كهذا. سأساعدهم لأتعرف على طريقة الصيد. أخبرني أن الشباك تمتد لمسافة كيلومترين تقريباً وأنها تصطاد بعض الأسماك الكبيرة. ما أضخمة! قضيت وقتاً ممتعاً فوق المحيط الهندي وموزمبيق قبل أن أتوجه إلى جنوب إفريقيا. بلغت سرعة الرياح 40 كيلومتراً في الساعة عند هبوطي الذي لم يكن سهلاً. أنا في موزمبيق. عندما وصلت إلى جنوب إفريقيا حلقت فوق منجم كيمبرلي العملاق الذي أتت منه جواهر التاج البريطاني. أنا على بعد 80 كيلومتراً من كيب تاون، لكنني اضطررت للهبوط للإحماء واستعادة شعوري بساقي. أشعر بخدر في جسمي كله. أعتذر عن جودة الفيديو، لكنني أشعر ببرد شديد. سأبدأ رحلتي الأخيرة إلى كيب تاون. قطعت خلال الشهور الأربعة الماضية 15,000 كيلومتراً وعبرت 15 دولة، إفريقيا من شمالها إلى جنوبها. حان وقت الانتقال إلى قارة جديدة، لكن الطائرة الصغيرة لا تستطيع عبور المحيط. نقلت طائرتي بالبحر وسبقتها حتى أنتظرها ونكتب معاً فصلاً جديداً من رحلتنا.